يا ابنة الإسلام، خطاب لابنة الإسلام، الصراط المستقيم، طريق الكرام، إلزمي هذه الأحكام. ما لك وللتبرج وللسفور، لا تسمعي لدعاة الاختلاط والتغريب، لأي شيء ننعى على الحكومات والأنظمة، لأي شيء، لأي شيء نعيب على هذه الأنظمة والحكومات ونساؤنا عرايا في الشوارع والطرقات. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد المجتمعات وظلم الرعية والولاة يكون بظهور المتبرجات. ألم يقل لنا نبينا عليه السلام جامعا بين الصنفين مذا ذاكرا لنا التلازم بين المفسدتين؟ قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إنهم أعوان الظلم، كما قال النووي في شرحه للحديث: والله ما من وراء المتبرجة رجل أبدا، كلا والله ما من وراء المتبرجة رجل أبدا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أولياء أمور المتبرجات بأشباه الرجال، في حديث عظيم عجيب رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح الإسناد، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: سيكون في آخر أمتي أشباه رجال، أشباه رجال ينزلون بأبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات. سبحان الله، ينزلون بأبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لهذا كان التبرج من سنة إبليس، به يفسد المجتمعات، وهو سهم إبليس الذي لا يخطئ. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، هذا هو عمل الشيطان. يا عباد الله، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، والله ما رفلت امرأة بزينتها خارج بيتها إلا كانت كظلمة يوم القيامة ولا نور فيها. لا تسأل يا رعاك الله عن امرأة مستورة في بيتها ولها زوج ينفق عليها، ذهبت فاستعطرت وتزينت وتبرجت وخرجت تمشي في بيوت المسلمين، في شوارع المسلمين. لا تسأل عنها كم هتكت من حجاب بينها وبين الله. إنهن المنافقات. في حديث أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء وعن شر النساء: خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية، التي إن أغضبها زوجها قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا كمثل الغراب الأعصم. واليوم طفقت نساء المسلمين يتبرجن كتبرج الكافرات، حظو القذة بالقذة، زاد التبرج حتى صار خبيثا وقحا منحطا لأدنى درجات حفظ كرامة المرأة، في تبعية عمياء غبية لكل ما يجد في الأسواق من الموضة. ألحد الركبتين تشمرين؟ بربك أي نهر تعبرين؟ كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين.